أظن بعد المقدمة اللي انتوا شفتوها دي عرفتوا كلنا ليه بنحب التربوهات وأصوات التربوهات. تعالوا يلا بينا بقى في الحلقة دي نبدأ أول كلامنا عن التربو. طيب زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، الموتور الـ NA ده هو اللي بيشفط الهواء من بره بنفسه، فانت عندك موتور بسعه محدوده ب RPM لوحد مش هتعرف تزود الهواء اللي بيشفطه من بره. عايز اشفط هواء زياده محتاج فيزيكالي اكبر حجم السلندر علشان يشفط هواء زياده، او ان انا اعلي الار بي ام اللي هو بيشتغل عليه. علشان كده انت تلاقي موتور ريسنج بايك مثلا 1000 سي سي ومطلع منه 170 حصان، ازاي بيرف لغايه 12000 ار بي ام؟ فبيعوض الحجم الصغير ده بان هو يشفط كميه هواء اكبر عن طريق ان هو يوصل لار بي ام اعلى. علشان كده ظهرت حلول زي الفورست اندكشن تخليني اقدر اكبس كميه هواء جوه الموتور من غير ولا ان انا اعلي الساعه بتاعته فبالتالي استهلك بنزين اكتر، ومن غير ما اعلي الار بي ام زي الريسنج بايكس، لان انا لو عملت كده المواتير بتاعتي هتبقى معقده، هتبقى محتاجه صيانه اكتر وهيبقى سعرها اغلى بكتير. طيب ايه اشهر حاجه واكتر حاجه منتشره في موضوع الفورست اندكشن؟ هي التربو تشارجنج. ليه؟ له مميزات لطيفه، تعالوا نبص على شويه منهم. اول ميزه له ان دي تعتبر باور ببلاش. انت الموتور بتاعك وهو شغال كان لما بيخلص الحريق بتاعه البيستن بيطلع يطرد العادم ده وبيترمي بره الشكمان. كل اللي انا محتاج اعمله اني اجي احط في سكة الشكمان ده تيربو تشارجر، هاخد منه باور ببلاش موجودة طول الوقت، طول ما الموتور بتاعي بيطلع عادم، طول ما انا عندي بوست وعندي هواء زيادة اقدر اكبسه جوه الموتور. حاجة تانية زي السوبر تشارجر، الفرق الرئيسي بينه وبين التيربو تشارجر انه بياخد حركة ميكانيكية من الموتور سواء عن طريق جيرز او عن طريق سير زي كومبريسور التكييف او الدينامو بتاعك، فبياخد باور من الموتور علشان يلفف الكمبريسور ويلز ويعرف يحط لك هواء جوه الموتور. طيب ايه عيب حاجه زي كده؟ ليه مميزات كتير جدا بس ده مش موضوعنا النهارده. عيب حاجه زي كده ان هو مش efficient. ليه؟ يعني let's say السوبر تشارجر هيديني 250 حصان بحالهم، ال 250 حصان دول في 50 منهم هيستخدموا الموتور هيستهلكهم علشان بس يلفف السوبر تشارجر، فالنت بتاعي هيبقى 200 حصان، ال 250 ناقص ال 50 اللي محتاجها علشان ادور السوبر تشارجر ده، فبالتالي المحصله انا كسبان 200 حصان بس في 50 حصان انا دافع ثمنهم بنزين، انا دافع ثمنهم استهلاك وقله افشنسي. نيجي بقى للنيتروس. النيتروس فيه خلاف هو فورس اندكشن ولا لا، لكن في الاخر انا بحط اكسجين زياده الموتور ما كانش عارف يسحبه بنفسه جوه بق الموتور. النيتروس مش ببلاش، انت بتحتاج تملى الانبوبه دي ولو خلصت ما بقاش عندك الباور الزياده دي. دي اول ميزه للتربو تشارجر عن اخواته. تاني حاجه، تقدر تخلي حجمه صغير نسبيا وتحطه جوه حوض الموتور. الباكجينج بتاعه بيبقى سهل، مصنع العربيه يعرف يعمل لك موتور وحوض صغير ويحط لك فيه تربو تشارجر، حتى لو التربو تشارجر قد الصفاره زي مثلا الموتور الفي دبليو بتاعنا القديم ال 120 حصان ال 1400 التربو، او الموتور بتاع الكاتجر مثلا ال 1200 سي سي، تربو صغنطوط خالص بس بيحيي العربيه تماما. لو قارنته بالموتور بتاعها ال 1600 لا فرق كبير، بيحيي لك العربيه. وتالت ميزه انه مفيد جدا في استهلاك البنزين، يعني انت وانت اوف بوست مفيش بوست، التربو مش شغال او بيلف بسرعه بطيئه جدا، انت بتستعمل موتور 1200 سي سي 1400 سي سي فاستهلاك البنزين بتاعه حنين، في حين ان الموتور ده والتربو شغال ممكن يكون بيطلع لك باور بتاع موتور كان 2000 سي سي مثلا ان ايه زمان، فانت الموتور تحسه مزدوج الشخصيه. اوف بوست ما عنديش بوست طالع من التربو او بيلف بالراحه، موتور صغير وغلبان وحنين موفر في استهلاك البنزين، دخل بوست هتلاقي فيه عزم كويس جدا واداء كويس والموتور شغال معايا زي الفل واستهلاك البنزين بيزيد على قد ما انا دايس. سبت خلاص ايه، رجعت تاني لاستهلاك الحنين. طيب بيشتغل ازاي التربو ده؟ احنا قلنا ان انا هحط التربو ده في سكه العادم اللي خارج من العربيه، دي اول خطوه في عمل التربو. زي ما انت شايف الرسمه اللي قدامك دي، احنا هناخد العادم ده هنعديه على مروحه اسمها مروحه التوربينه، التيرباين سايد. التربو عباره عن قوقعتين نصين، نص سخن ونص بارد. النص السخن ده هو التيرباين سايد والنص البارد ده هو الكمبريسور سايد. فانا هاخد الهواء السخن ده العادم بتاعي اعديه على مروحه التوربينه وبعدين ارجع اطرده تاني من الشكمان. مروحه التوربينه مربوطه باكس بشافت واصل بمروحه تانيه في النص البارد اللي احنا بنسميه الكمبريسور سايد. المروحة التانية دي لما بتلف بتشفط هي الهواء من بره وتكبسه وتضغطه جوه الموتور، فهي فكرة عمله في منتهى البساطة لكن في شوية عقد وشوية تفاصيل تعالوا نبص عليها. أول حاجة هنتكلم عليها التيربو لاج المشهور. التربو لاج ده بيجي من فين؟ انت تخيل العربيه بتاعتك واقفه ولسه هتتحرك، كميه عادم قليله خارجه، مروحه التوربينه بتلف بالراحه، بالتالي مروحه الكمبريسور بتلف بالراحه فما بيكبسش هواء كفايه جوه الموتور. طيب انا عايز بوست دلوقتي، انا عايز ادوس وانطلق بسرعه،
دوست انت بنزين جامد، مفيش لسه كمية عادم كفاية انها ايه تلفف مروحة التوربينة توصلها للسرعة المطلوبة. فانت بتاخد شوية وقت على ما سرعة العادم توصل للسرعة المطلوبة وتلفف مروحة التوربينة بالسرعة المطلوبة، ساعتها الكمبريسور سايد هيشفط بقى الهواء ويكبسه لك جوه الموتور. الوقت ده او الفعل ده احنا بنسميه سبولينج، ان التربو على ما يوصل للسرعة بتاعته المطلوبة دي بنسميها السبولينج. الوقت ده ممكن يكون ثواني في بعض المواتير، ثانية اتنين تلاتة لو انت حاطط تربو كبير قوي على موتور صغير، او الوقت ده ممكن يكون جزء من الثانية، وحتى لو جزء من الثانية هتحسه برضو، هيبقى فيه لاج، وبالذات لو انت قمت نازل من العربية التربو دي وراكب عربية تنفس طبيعي موتورها كويس وقوي وجربت ايه ردة فعل الدواسة، هتلاقي الاستجابة في الان ايه اسرع بكتير من العربية التربو. تاني حاجة، حجم التربو وحجم القواقع كل نص من النصين وحجم المراوح اللي جواها يغير لك صفات العربية تماما. حط نفسك مكان الموتور، انت العادم دلوقتي وعمال بتنفخ في ماسورة قد كده اهو، هتنفخ فيها انت ما عندكش كاباسيتي هواء كفايه تنفخ ان انت ايه تحركها بسرعه، غير لو كانت شفاطه صغيره وعمال بتنفخ فيها قادر ان انت تحط ضغط وتلفف مروحه التوربينه بسرعه. علشان كده اختيار نوع التربو، التكنولوجي بتاعته، مقاس المراوح اللي فيه، حجم القوقعه نفسها بالنسبه لحجم الموتور والباور اوتبوت اللي انت عايز تطلعه، دي قصه معقده وبيساعدك فيها مواقع الناس اللي بتبيع تربو زي جالت بورجورنر، الناس دي هتلاقي عندهم كالكوليترز انت متارجت باور قد ايه، عايزه عند كام ار بي ام، انت الموتور بتاعك الحجم بتاعه قد ايه، تحسب الحسابات ويقول لك والله احنا من المنتج بتاعنا التربو المثالي بالنسبه لك كذا. انا واحد من الاصدقاء كان جاي يستشيرني عايز يركب بيك تربو، بيقول لي اجيب ده ولا ده ولا ده، انا قلت له ما اعرفش، انا اصلا كده كده مش شاطر في البيك تربوز. قلت له انت اول حاجه محتاج تحدد مين التيونر بتاعك، انت هتروح له هو اللي هيقول لك انت عايز تعمل ايه، عايز تطلع باور شكلها عامل ازاي، ساعتها هو اللي هيختار لك التربو ويقول لك انا هعرف اتونه لك. لكن ان انت تختاره كده من نفسك من غير ما يكون في ظهرك تيونر قوي لا. نيجي لتالت حاجه، مسار الهواء في العربيات التربو. لو حد فيكم بيتفرج على قنوات تعديل العربيات ممكن يكون عدى عليك عربيه تلاقيه حاطط التربو في ظهر العربيه، انت حاطط التربو في ظهر العربيه، تخيل انت عندك كده العادم بتاعك وهو خارج على ما يمشي في المواسير ويوصل لغايه ورا بياخد وقت، وبعدين هنبتدي نلفف مروحه التوربينه، نبتدي نلفف مروحه الكمبريسور، مروحه الكمبريسور هتشفط الهواء من بره وبعدين تقعد تكبس الفوليوم ده كله لغايه الانتركولر وبعد الانتركولر لغايه البوابه، فانت كبرت الفراغ والحجم اللي هي محتاجه تضغطه وتملاه هواء، كل ده بيعمل لك لاج. مهم ان مسار الهواء ده يبقى سالك، مفهوش منحنيات كتير ولا فيه خناقات في النص، كل ما السكه تبقى سالكه وسلسه اكتر كل ما الافيشنسي بتاع التربو دي تزيد وكل ما تقدر تاخد منه اداء زياده. حتى في التربين سايد نفسه العادم اللي خارج ده لو قابل ريزيستنس يقلل لك اداء التربو. علشان كده الناس بتعمل ايه، بتشيل علب البيئه، علب البيئه الفتحات الاستوك بتاعتها ضيقه جدا فبتعمل مقاومه هواء، بتعمل باك بريشر على التربو، مش عارف يلف بسرعه، مش عارف يسبول بسرعه، فالناس بتيجي تقوم شايله علب البيئه دي وتركب مكانها ماسوره سالكه كده اللي احنا بنسميها ايه الداون بايب. فانت داون بايب ده يعني شلت علب بيئه وقمت حاطط ماسوره سالكه، او حاطط ماسوره سالكه وفيها علبه بيئه هاي فلو، فدي بيسموها كاتد داون بايب، يعني فيها كاتاليتيك كونفرتر بالمقارنه بكاتلس داون بايب. رابع حاجه ومن اهم الحاجات في قصص التربو، درجه حراره الهواء، درجه حراره الهواء اللي خارج من التربو. مهم جدا انك تبقى عارف ان انت لما بتيجي تضغط هواء الهواء ده درجه حرارته بتزيد. ولو حد فيكم جرب كومبريسور الهواء اللي بيبقى معانا في العربيه ده بتوصله في الولاعه وتنفخ بيه لفرده الكاوتش بتاعك، خرطوم الهواء بتاعه لو قعدت تنفخ لفتره طويله وجيت تمسكه هيلسعك. التربو عندنا النص الكومبريسور بتاعه بيعمل كده بالظبط، هو بيكمبرس الهواء بيضغط الهواء. عايزك تتخيل درجه حراره الهواء اللي ممكن تبقى طالعه من التربو ده كام، يعني ليتس سي ان هو هيشفط من بره هواء درجه حرارته 25، الانتيك بتاعك هتجيب من الجو بره 25 درجه، التربو ده هيطلع كام؟ اضرب رقم كده، هدي لك 3 ثواني تفكر فيهم. غالبا الاجابه بتاعتك غلط، 100 درجه مئويه. انت متخيل 100 درجه مئويه درجه حراره الميه اللي بتغلي؟ طيب هو انا هقوم مدخل الموتور هواء درجه حرارته 100؟ اظن انت متوقع دلوقتي هو ايه اللي هيحصل. طب ما انا كده بساعد على زياده درجه الحراره جوه غرف الحريق، الضغوط اللي جوه، فبالتالي النوك. ومش بس كده، كل ما درجه حراره الهواء بتزيد الدنسيتي بتاعته بتقل، الكثافه بتاعته بتقل. يعني ايه؟ يعني كميه الاكسجين اللي فيه بتقل، يعني هستخرج منه باور اقل بمقارنه بهواء الدنسيتي بتاعته اقل وابرد. طيب ايه العمل؟ حد فيكم تابع قناه M539 Restorations؟ انا راجل بيماوي قديم على فكره، بس وقفت قبل الجيل بتاع التربو، يعني كان اخر E34 E39 E60 وخلاص على كده. المهم في حلقه من الحلقات الراجل ده معاه 530 E39 وقرر ان هو يحط لها سوبر تشارجر، موتور 3000 سي سي تنفس طبيعي بيطلع 230 حصان، وقرر يحط له سوبر تشارجر. هو عمل ايه؟ ركب السوبر تشارجر وقام مدخل الهواء مباشره على الموتور من غير ما يعدي على انتركولر،
وهو على الداينو العربية صحيح طلعت 280 حصان، بس هو على الداينو الاي تيز درجة حرارة الهواء اللي داخل للموتور وصلت ل 93 درجة. ف 93 درجة أولا في أكسجين قليل، العربية ابتدت تقلل تايمينج فتقلل باور، ومش بعيد لو كان كرر الداينو ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أو أنت على الطريق وبتدوس مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أنت درجة الحرارة عمالة بتزيد والعربية هتبول تايمينج زيادة، وبالتالي هتقلل لك الباور. وده اللي احنا بنحسه في العربيات التربو والصيف والفرهده، يقول لك العربيه مفرهده حاسسها كده ايه مخنوقه ومش قادره تتنفس. ده صحيح، والخرافه اللي طالعه ان العربيات التربو ما بتتاثرش بالحر دي ليها موضوع تاني ان شاء الله، لكن هي ايه خرافه. وده بقى ينقلنا لخامس حاجه وهي الانتركولر. الانتركولر اختراع مهم جدا، زي ما انت شفت انا خارج لي هواء من التربو درجه حرارته 100، انا محتاج ابرده قبل ما ادخله على الموتور. هبرده ازاي؟ الانتركولر ده حاجه كده شبه الرادياتير بس مفيش ميه بتعدي من جواها، الهواء السخن بيعدي من جواها وهي فوش العربيه الهواء وهو بيخبط فيها وانت سايق بيبرد الهواء اللي جوه ده. بينزلها كويس؟ اه بينزلها كويس وكويس جدا كمان، بس دي مش اجابه ثابته، والانتركولرز باذن الله هنعمل لها حلقه منفصله، لكن حجم الانتركولر وجودته والتكنولوجي اللي هو بيستعملها بتفرق جدا في القصه دي. احنا الانتركولر بتاعنا بيسموه اير تو اير، هواء بيعدي من جواه والهواء بيخبط فيه يبرده. المواتير البي 58 بتاعت بي ام دبليو مثلا بتستعمل حاجه اسمها ووتر تو اير تشارج كولر، هو انتركولر بس الميه هي اللي بتبرد درجه الحراره. في حاجه ثانيه اسمها انتر تشيلرز، ان هو بيستعمل التكييف يبرد الهواء. في الاخر كلها افكار علشان ابرد الهواء ده قبل ما ادخله للموتور. وبرضه بمناسبه مسارات الهواء، كل ما الانتركولر ده يكبر كل ما الفوليوم اللي جواه يزيد، كل ما هيحصل لاج حتى لو بنسبه بسيطه بس هيبقى محسوس. هيحصل لاج ليه؟ لان انت محتاج تضغط الهواء جوه مساحه اكبر، جوه فراغ اكبر. فالعربيات التربو لا غنى لها عن الانتركولر، من اهم الحاجات في عربيتك. واخواتنا بتوع السوبارو لما بييجوا يتونوا بيعانوا من القصه دي، ليه؟ لان هو عنده انتركولر حجمه صغير محطوط على وش الحوض وعنده فتحه من الكبوت، والاوبشنز بتاعته ان هو يكبر الانتركولر ده محدوده، ونبقى نجيب لكم حد منهم يحكي لنا عن القصه دي ان شاء الله. طيب ننقل بقى للنقطه السادسه، وبرضه لسه مكملين في قصه درجه الحراره. النقطه بتاعتنا عنوانها الكمبريسور مابس. كل توربينه بيبقى لها حاجه اسمها كمبريسور ماب. الكمبريسور ماب دي بتقول والله التربو ده بيشتغل بالكفاءه الاعلى بتاعته في النقطه دي، هيدي لك هواء قد كده، هيدي لك بوست قد كده، انت تقدر تشغله في المنطقه دي. هتشغله خارج المنطقه دي هيطلع لك هواء اسخن، هيبقى السرعه بتاعته مش قادر يلف اسرع من كده، بيوصل لخط كده بيسموه التشوك لاين، التربو نفسه بيتخنق. عندك الناحيه الثانيه حاجه اسمها سيرج لاين، يبتدي يحصل سيرج. فانت عايز تبقى انت شغال في الحته الافيشنت. مش موضوعنا، وهحط لك PDF من جاريت لطيفه فيها شرح للكمبريسور مابس دي معناها ايه. الرسمه دي المحور الراسي بيمثل البوست، والمحور الافقي بيمثل كميه الهواء اللي خارجه من التربو. الايلاندز اللي في النص دي، الدوائر الصغيره اللي جوه، اول دوائر في النص دي اكتر حاجه التربو فيها افيشنت وابرد هواء بيطلعه لك. كل ما تتحرك براها وتزود البوست وابقى عايز اجيب اخر التوربينه واقفلها وهي التوربينه بتصرخ وتقول لك خلاص انا مش قادر اجيب بوست اكتر من كده، الهواء اللي خارج من التربو بتاعك بدل ما كانت درجه حرارته 100 ممكن توصل ل 150 درجه. الانتركولر يشتغل اوفر تايم، بعد شويه يتشبع حراره ما بقاش قادر يبرد كفايه، يدخل هواء اسخن للموتور، الموتور يقلل تايمينج، الموتور يبتدي ينك. في الاخر انا عمال بنفخ هواء سخن جوه الموتور علشان انا مشغل التربو خارج الافيشنسي رينج بتاعه. وعلشان كده ناس كتير من اللي بتون العربيات بتاعتها ويقول لك انا فاتح 1.9 بار، يجي يجري جنب واحد مثلا فاتح 1.5 بار، تلاقي ال 1.5 بار مور افيشنت وبيأدي الاداء بتاعه ويمكن بيأدي اداء احسن منه. ودي انا شفتها بنفسي في عربيه واثنين وثلاثه، تلاقيه فاتح رقم بوست عالي 0.2.3.4 بار بالمقارنه بواحد تاني، وتلاقي الاداء بتاعهم زي بعض او بالعكس، هو عمال بينفخ هواء سخن جوه الموتور ومش قادر يبرده كفايه، فبالتالي اداؤه بيبقى اقل من الراجل اللي بيطلع هواء ابرد من نفس التربو. سابع حاجة نتكلم فيها هي موضوع التربو بلانكت. انت لو خدت بالك احنا بقالنا فترة كبيرة جدا بنتكلم في درجات الحرارة، التربو كله مانجينج الهيت، التربو كله فكرته ان انت تطلع كمية الهواء اللي انت عايزها عند الار بي ام اللي انت عايزه وتمانج الهيت بتاع الهواء ده ما يبقاش سخن. التربو بلانكت دي زي ما انت شايف الصورة هي زي بطانية بتغطي بيها النص السخن بتاع التربو، هي مش بطانية على قد ما هي عازل حرارة، انت بتعزل النص السخن من التربو بحيث ان الحرارة اللي خارجة منه تفضل معزولة في المنطقة دي، ما تتنقلش للنص البارد بتاع التربو، وبالتالي تحافظ على هواء خارج من التربو أبرد، وفي نفس الوقت ما تملاش حوض الموتور بتاعك حرارة. وطبعا لما نيجي للانتيكس انا عندي تحفظ على الناس اللي بتقوم مركبه انتيك في حوض الموتور كده وعماله بتشفط هواء سخن من اللي ايه من اللي جوه الحوض من غير ما تكون حاطه عوازل او بتشفط هواء من بره. طيب بالنسبه لعربيات الفي دبليو، انا قريت كلام الناس اللي جربوا التربو بلانكت دي على الكي او 3 وعلى الكي او 4، في الاخر كسبولينج تايم او كاداء او كهورس باور مفيش اي فرق ملحوظ، الفرق الرئيسي كان بالنسبه له درجات حراره اقل في حوض الموتور.
اخر حاجه هنختم بيها بقى هو الماونتينج او التركيب بتاع التربو. العربيات اللي بتبقى جايه تربو من المصنع الدنيا دي بتبقى جاهزه وسهله. انت عندك هيدر اللي هو بيجمع خارج العادم من الموتور داخل على التوربينه، التوربينه متثبته فيه، وصل لها خراطيم الميه، خراطيم الزيت، مسارات الهواء اللي داخل واللي خارج كلها موجوده ومتوصله وليها مكان في الحوض والدنيا زي الفل. لكن لو انت جيت تركب تربو ما كانش نازل من المصنع بيركب على الموتور ده، اول مشكله محتاج تحلها هي التركيب. هتثبته فين؟ هتجيب له وصلات الميه والزيت من فين؟ هتمشي مسارات الهواء بتاعه من فين؟ فدي بتبقى شغلانه ومحتاجه راجل فابريكيتور شاطر يعرف يوصل لك الحاجات دي ويركبها ويعملها لك. علشان كده بقى في حاجه اسمها هايبريد تربو، ودي هنخليها الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن هي الفكره ببساطه ان انا اقدر اخد اوتبوت اكبر من نفس التربو بنفس الحجم بنفس الفريم بنفس كل حاجه ونفس الوصلات من غير ما اغير اي حاجه. احنا بكده وصلنا لنهايه الحلقه، انا طولت عليكم. التربو لسه فيه تفاصيل كتير جدا، لو خدت بالك احنا لسه ولا جبنا سيره ويست جيت ولا بلو اوف فالف ولا جبنا سيره بوست ولا اتكلمنا على اي حاجه من الحاجات دي. هنخلي الكلام ده ان شاء الله للحلقه الجايه. حابب اسيب لكم سؤال عايزكم تفكروا فيه وتجاوبوني عليه على ما نوصل للحلقه الجايه. لو جبنا تربو صغير كي او 3 مثلا، وتربو صغير برضو بس اكبر منه شويه الكي او 4، خلاص، وقلنا ان ده بيطلع 1 بار على موتور 2000 سي سي وده بيطلع 1 بار على موتور 2000 سي سي، تفتكر ايه الفرق؟ الاثنين بيطلعوا 1 بار، طيب الباور بتاعتهم زي بعض على 1 بار؟ اه ولا لا؟ طب لو لا ليه؟ ولو اه ليه؟ ونشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.